لانتي مش نسيتها ما فهمتهاش ما فهمتهاش نسيتها مره راجل ومرته تعاركوا على المصروف يا اخي ولدها من الكبير دخل بيناتهم يحز في العركه الوين وصلت الحكايه للمركز البو قال رئيس المركز راهي متحاميه فيها هي ولدها وامه تقول الرئيس المركز راهو متحامي فيها هو ولده حاسينه الطفل توقفوا البو لم روحوا يلا البارح قعدنا نستناو في الضو اللي نرجع وكي رجع عطفيناه ورقدنا يلا ولينا زوز تلام ذا جاو متأخرين في حصة الفرنسية دقوا الباب ردت الأستاذة إليا كالكا جاوبها تلميذ قال إليا دو كالكا عزيزي امرأة امرأة فهمتي ولا قالت لرجلها امشي امشي انت خب صوتك مهم جاوبها قالك عن جسدي مهم راني مش كنقول شاهي كمونية نروح نلقى مقرونة فل حلو مصرية تقري في ولدها قتلوا اذكر لي اسامي الانبياء اذكر لي اذكر لي اذكر لي اذكر لي مركزت مصرية تقري في ولدها قتلوا اذكر لي اسامي الانبياء قال لها ابراهيم وموسى وعيسى وبوسى قالت له مين بوسى ده قال لها ما بعرفش انا سمعت بابا يقول الشغالة والنبي بوسى مش فينا جميلة ريتك تحكي بالمصري قداش تعطي فيه هذه خشبة كما تذكروا لي انت ممثلة يلا وليد امرأة تفيق في رجلها باش يصلي منظر قوم صلي قالها تاو صلي في البيت قالت له الشرع الشرع قال الرجال صلاتهم في المسجد قالها والشرع حل الفربعة قالت له ما نفرش لك السجادة هنا ولا في الصالة حلو يلا زفين امرأة قالت له اسمعني نحب كل لحظة صعيبة في حياتك نعيشها معك نهار اللي شدوا عزلت لش بدأ في البحث حلو واحد لقى امرأة كبيرة هزة قفة ثقيلة غضبته قال هي حاجة إلك بين وصلك قالت له تفوه عليكم لخليته لا كبيرة لا صغيرة قالك واحد اسمه صالح تابع ليه ربي مشى يصلي في الجمعة دخل الجامعة قعد في الصف الأولى الشيخ بدأ الخطبة وقال الأولون في النار قام صالح قعد في الأخ تلفت الشيخ قال الآخرون في النار قام صالح قعد في الوسط قال وما بينهما في النار قام صالح وعيد قالوا تقول صالح في النار علاش ترمي في النار قالك فما واحد طلق مرتع امشي للإمام قال له ادعي لي باش ما عادش نتفكرها وننساها بدأت الإمام يدعي اللهم اجعل وجهه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورا وفي قلبه نورا الاخر ولا يبكي بشاقة قالوا تشبيك قالوا اسمع نورا نورا واحد كلم وصاحبه قالوا باش تجي معايا شاهد في عرسي يا اخي قالوا ما نشهدش بالبطل ماكش متعرس قالك كلمته قالت له راني خذيت البرمي قال اش يهمني ما نطلقنا قالت له جوست ما عسى على روحك في الكياس حلو حلو فاق من النوم قال مرته حلمت بروحي عرست بامراه اخرى قالت له تو تو ترجع وتطلقها واحد يلقى في صاحبه ميت بالضحك في القهوة قال له شبيك تضحك قال له بيه تعجب ربي جيراننا خذيه كلب بتاع عسى بزوز ملايين كل شوية يخرج واحد منه يمعس على الكلب ليسرقوه قالك التهامي سافر هو مرته لسوريا قعدوا في قهوة جهة من نادل وسألوا شو تشرب يا زلمي قالوا هات لي قهوة وشوف الزلزومية ايش تحب تشرب هذه مراسة واحد الدار سيدي ضرب لها قصعة بالعصبان قالت لها عجبك العصبان متاعي قالها نحبك ونحب أمك وإخواتك غير دارنا سقاط في كاسة أسمع بلاي في اللي كومنتير حطونا العصبين كشيتيب يلا سعدي واحدة قالت لرجلها حبي إيش تحب تاكل في عيد زواجنا قالها سوابعي وكلاهم وصل لسبع سقيطة قالك واحد يقلق في طفلة شدوه اخواتها قالوا له مالاش باش نضربوك لا شيء اما لازمك تجي تدهن لنا الدار قالهم به جابوا له الدهن وبراس بتاع سنين باش يدهن به
بدا يدهن عدى نهار نهارين جمعه شهر لين طاب تعدى واحد قدامه بدا يشوف فيه ويضحك قال له شبيك تضحك قال له شفت الدار هذه اللي تدهن فيها بالبروس تاع سنيه انا اللي يقتها بمغرفه تاع قهوه احلو واحد يمشي يشري في الزقوقو السلام عليكم قداش كيلو الزقوقو قال له 30 دينار قداش كيلو البندق 170 دينار الكاجو قداش 156 دينار اعطيني 50 غرام زيوان شنو هذا هذه خبه القروين يلا مراه راجلها مريض بمعدته قالها طبيب مدام راجلك لازم ياكل الغله بقشورها مشيت شريت له صل هندي يلا وليد الو قلت لها خالتي في بالك اللي انا ما اثرش فيا الصيام قالت لي بره 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 اغسل وجهك كان امك مش خالتك وقلب مريولك وراح يشلك تخطب قال صوفيا نخر نكته يلا من بعد سعدي ووليد يلا لحظه بره سعدي قبلي بشويه بره مشي سعدي مشي نكته صوفيا وبعد نكتك يلا ارتاح صوفيا سكران ومتكيف مرته ولدت قالوا له شنو باش تسميها قال مش نسميها نوره على اسم عمتي منوبيه نكتك انت تو واحد يعدي في عام جيش بعد فترة التدريب جه الكماندا يسل فيه في الحرب كي تعرضك دبابة اش تعمل قال له نرمي على قنبلة باه كي يعرضوك زوز دبابات قال له نزيد نرمي على الثانية قنبلة زاد قال لي باه كي يعرضوك 10 دبابات قال له يا اخي الجيش ما فيه كلامة يلا يلا اي تونسية ما جهاش مكتوبها فدت قالت لهم اصبري اصبري بنيتي كتموتي وتمشي للجنة تختاري راجل على كيفك ما كانتش من عاكسين رمات روحها من فوق السطح ما ماتتش كفاق لقيت العباد دايرين بها قلت لي محليلي اصبر بشوي نختار في عقلي يلا 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 اخر نقطة وهي تدلك رأس زوجها برفق لتخفف عنه الصداع سألته انت قبل ما تعرس بي شكون كان يعمل لك مساج حبي قال قبل ما نعرس راسي ما كانش وجافي الله الله الاخبار اميرة مقني سبور قدور نرجع لكم في الساعة الثانية من ديما لبسها